قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. بعد توصله بعرض من فريق مصري، الوداد يوافق على انتقاله. أصبح الكونغولي كازادي كاسونغو مهاجم فريق الوداد الرياضي قريب من التوقيع للفريق المصري البورسعيدي، إذ توصلت إدارة هذا الأخير بمراسلة رسمية من الفريق الأحمر تؤكد من خلالها على موافقتها الرسمية على انتقال اللاعب المذكور، شريطة الحصول أيضا على موافقة اللاعب. وبحسب ذات النسخة التي بعتها فريق الوداد الرياضي يوم 18 من الشهر الحالي، عبر من خلالها فريق الوداد عن موافقته لبيع ما تبقى من عقد كازادي كاسونغو للفريق المصري البورسعيدي، شريطة أداء مبلغ الصفقة وفق 3 أشهر بالتواريخ المضبوطة. واشترطت إدارة الوداد تسليمها الدفعة الأولى قبل إرسال ورقة الخروج الدولية على أن تتسلم الدفعة الثانية نهاية شهر يناير، والدفعة الثالثة والأخيرة نهاية شهر مارس المقبل. وكان المهاجم كازادي كاسونغو قد غير وجهته من المولودية الوجدية إلى الشباب المحمدية، لكنه ظل خارج حسابات المدرب مع تسجيل حضوره في بعض المباريات الودية قبل أن يفاجئ الجميع بانضمامه للوداد الرياضي خلال الميركاتو الشتوي اللقاء الماضي في صفقة بلغت 150 مليون سنتيم. وقلب المهاجم الكونغولي كل التكهنات وظهر بشكل مميز رفقة الوداد الذي انضم إليه منتصف الموسم الجاري، ونجح رفقته في تسجيل 10 أهداف. وفرض تألق كازادي كاسونغو على مدرب منتخب الكونغولي توجيه الدعوة له للمشاركة في المباراتين الإعداديتين أمام المنتخب الوطني المغربي والبوركينابي. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.